الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وما بعد، مع هذه السلسلة المباركة التي عنونت لها بعنوان مصاحف لا غنى لحافظ القرآن عنها، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن العاملين به الداعين إليه يا رب العالمين، رغبة في المساهمة والأجر والثواب ونفعا لأهل القرآن. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى نستكمل هذه السلسلة ومع المصحف الثاني، وهو مصحف التبيان المفصل لمتشابهات القرآن، وهو لنفس المؤلف فضيلة الشيخ ياسر بيومي حفظه الله. المصحف اللي أنا نشرته بالأمس كان مصحف التبيان في متشابهات القرآن، أما مصحف اليوم هو التبيان المفصل لمتشابهات القرآن، يعني هذا غير هذا تماما. الثاني يعني فيه إيجاز شديد واختصار، لكن هذا المصحف المبارك اللي هو معنا اليوم الآن هو مصحف فيه زيادة من التفصيل وفيه فائدة أكثر لطلاب العلم، حيث أن الشيخ ياسر بارك الله فيه يعني جمع فيه عدة قواعد من قواعد المتشابهات. نعلم أن قواعد المتشابهات يعني ربما تصل إلى 30 قاعدة، ومنهم من جعلها يعني 15، والشيخ ياسر هنا جاب منها 15، ومنهم من يعني وصلها لحاجة و20، ومنهم وصلها إلى 30. أنا بفضل أظن أنها تصل إلى 30، وممكن تصل إلى أكثر وأكثر بالتفكر في كتاب الله تبارك وتعالى. يقول الشيخ هنا يعني بعد أن بدأ بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد فنضع بين يديك أيها القارئ الكريم هذا المصحف الشريف الذي قمنا فيه بوضع الآيات المتشابهة الألفاظ بهامشه مع التفصيل لهذه الآيات. هو ده الفرق بقى، التفصيل لهذه الآيات ده اللي بيميز المصحف ده عن المصحف التاني اللي هو يعني فيه إجاز عن هذا، وذكر بعض الفوائد التي تتعلق بتوجيه المتشابه من حيث التفسير. وقد عنوانا لهذا المصحف بهذا العنوان مصحف التبيان المفصل لمتشابهات القرآن، وجعلنا بآخر المصحف ملحقا لمتشابهات كل سورة مع نفسها. هذه أيضا برضو إيه فائدة، أنه جعل ملحقا لمتشابهات كل سورة مع نفسه. وكذلك رقم 2 متشابهات قصص الأنبياء وذكر كيفية ضبط هذه المتشابهات. بهذا المصحف مميز أنه جعل فيه ملحقا لمتشابهات كل سورة مع نفسها. ثانيا متشابهات قصص الأنبياء. ثالثا ذكر كيفية ضبط هذه المتشابهات. يقول كما قمنا بذكر عدة قواعد يمكنك من خلالها ضبط الألفاظ المتشابهات ضبطا جيدا مع شرح لهذه القواعد، وإليك أمثلة لهذه القواعد. هيبدأ يبين ال 15 قاعدة اللي هو مشي عليهم في هذا المصحف المبارك. القاعدة الأولى ربط اللفظ المتشابه باسم السورة التي جاء بها إن كان بينهما حرف مشترك، مثل قوله تبارك وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. الآية الثانية من سورة المائدة لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. يبقى آية المائدة نلاحظ يعني الآيتين جم يعني نفس النص في القرآن الكريم تكرر في سورة البقرة وفي سورة المائدة في الآيتين، إلا أن في سورة البقرة بما كسبت قلوبكم وفي سورة المائدة بما عقدتم الأيمان. أنت وأنت بتقرأ بتسمع للشيخ أو بتصلي بالناس أو غيره، أنت ما أنتش عارف بتتلخبط ما بينهم، ما أنتش عارف ولكن مثلا ولكن يؤاخذكم بما كسبتم ولا هي بما عقدتم. سبحان الله ممكن تلاقي يعني ما فيش حد كبير على القرآن، القرآن يعني عزيز، يعني لابد أن تداوم على تلاوته وتدبره وتفهمه وضبط متشابهه وهكذا. يعني أنت تبعد عن القرآن شوية تجد يعني الدنيا معاك يعني إيه تحتاج إلى ضبط وهكذا. فتفرق ما بينهم إزاي؟ هنا هذه القاعدة الشيخ قال أنه بيربط اللفظ المتشابه باسم السورة. يعني مثلا كلمة كسبت نلاحظ هنا حرف الباء يرتبط مع حرف الباء من سورة الإيه البقرة، اسم الإيه البقرة، يبقى الباء مع الباء. في المائدة هنا نربط كلمة عقدتم الدال مع الدال في سورة المائدة، والأمر يعني سهل ويسير على من يسره الله تبارك وتعالى عليه. القاعدة الثانية قال ربط اللفظ المتشابه بأحد كلمات الآية التي ذكر فيه إن كان بينهما حرف مشترك، مثل قوله تبارك وتعالى في أول الحشر لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون.
الموضع الثاني في الحشر آية 14: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. ثم ختام الآية: ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. انت بتتلخبط ما بين الاثنين، ديت لا يفقهون، قوم لا يفقهون، وهنا قوم لا يعقلون. تربط ما بينهم ازاي؟ يبقى هنا نربط بداية الآية، لفظ المتشابه أحد كلمات الآية، مثلا كلمة رهبة تجد هنا جابها لك باللون الأحمر مع كلمة يفقهون، يبقى رهبة مع يفقهون. الهاء في كلمة رهبة تذكرك بختام الآية يفقهون. أما الموضع الثاني من الحشر نجد هنا كلمة جميعا نربط العين من كلمة يعقلون، والأمر سهل ويسير على من يسره الله تبارك وتعالى عليه. القاعدة الثالثة: ربط اللفظ المتشابه بأحد كلمات الآية التي ذكر بها، مثل في موضع أول في سورة البقرة 191 قوله تبارك وتعالى: وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم. الموضع الثاني من البقرة: وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم. الموضع الثاني، انت دلوقتي بتتلخبط ما بينهم، مرة تأتي والفتنة أشد من القتل ومرة تأتي والفتنة أكبر من القتل، هنفرق ما بينهم ازاي؟ يبقى ربط اللفظ المتشابه بأحد كلمات الآية، يبقى كلمة أشد هذا هو الموضع الأول، نفرق ما بينهم ازاي؟ يبقى الموضع الثاني نربط كلمة أكبر بكلمة أكبر من القتل والفتنة أكبر من القتل، يبقى هنا وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر. يبقى كلمة أكبر التي جاءت هنا في هذه الآية وإخراج أهله منه أكبر تذكرك بأن هنا الفتنة إيه؟ الفتنة أكبر. وما كان ذا ضد فإن بضده، ما دام أنت علمت هذا الموضع الثاني أنه أكبر وربطت أكبر بهذه الأولى بهذه أكبر التي وردت في الآية وإخراج أهلي منه أكبر، يبقى إذن أكيد الموضع الآخر هو إيه؟ والفتنة أشد من القتل. القاعدة الرابعة، وهو ربط اللفظ المتشابه بأحد حروف كلمة أول أو ثاني أو ثالث إن كان بينهما حرف مشترك، مثل قوله تبارك وتعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. الموضع الثاني من البقرة: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون سيقول السفهاء من الناس. نربط ما بينهم ازاي؟ يبقى نفرق ما بينهم يا أحباب أن هنا نربط كلمة أول، الواو هنا في كلمة وقالوا كونوا هودا أو نصارى، وقالوا الواو نربطها بالواو في كلمة إيه؟ أول، يعني الموضع الأول يعني. أما كلمة سيقول التي جاءت بعد هذا اللفظ المتشابه يبقى نربط الياء بكلمة بالياء من كلمة إيه؟ ثاني البقرة، يعني الموضع الثاني من سورة البقرة. وهنا يعني أظن يعني بات الأمر يسيرا إن شاء الله تبارك وتعالى. الشيخ يربط يعني يذكر مثال آخر لهذه القاعدة قوله تبارك وتعالى: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. الموضع الأول، الموضع الثاني: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. هنا نلاحظ إيه؟ مكنا ليوسف في الأرض، مكنا ليوسف في الأرض جاءت مرتين. الموضع الأول مكنا ليوسف في الأرض بعدها ولنعلمه من تأويل الأحاديث. الموضع الثاني مكنا ليوسف في الأرض لكن بعدها إيه؟ مش ولنعلمه بقى عشان ما تلخبطش ما بينهم. الموضع الثاني يتبوأ منها حيث يشاء. نربط ما بينهم إزاي؟ يبقى هنربط هنا ولنعلمه بإيه؟ بكلمة أول الواو مع الواو، والموضع الثاني يتبوأ الياء مع الياء من كلمة ثاني، يعني الموضع الثاني. القاعدة الخامسة، قال بارك الله فيه: ربط اللفظ المتشابه بالقصة التي ذكر في سياقها وكذلك عن طريق التوجيه، مثل قوله تبارك وتعالى: أبلغكم أبلغتكم رسالة ربي في الأعراف قصة صالح عليه السلام الوحيدة في القرآن، وباقي المواضع رسالات
رسالات سورة الأعراف في هذه الآيات 62 و 68 و 93 و 144، والأحزاب آية 39، والجن آية رقم 28. يبقى نعرف نفرق ما بينهم إزاي؟ نفرق ما بينهم إن القاعدة دي بيقول لفظ ربط اللفظ المتشابه بالقصة التي ذكر في سياقها، وكذلك عن طريق التوجيه. يعني رسالة جت بس مع قصة صالح، يبقى بقية المواضع كلها إيه؟ رسالات. وفايدة تانية وذكرها برضو، قال إيه؟ رسالات ربي في جميع قصص الأنبياء إلا في قصة صالح عليه السلام. يبقى قصة سيدنا صالح بس الوحيدة في سورة الأعراف اللي هي جاءت بالإفراد رسالة ربي، فإن فيها رسالة على الواحدة يعني بالإفراد، يعني لأنه تبارك وتعالى حكى عنهم بعد الإيمان بالله والتقوى أشياء أمروا بها إلا في قصة صالح، فإن فيها ذكر الناقة فقط، فصار كأنه رسالة واحدة. فإذا طيبة جميلة نحفظها إن شاء الله تبارك وتعالى تيسر عليه. القاعدة السادسة، قال ربط اللفظ المتشابه عن طريق الزيادة في ترتيب الصور، مثل قوله تبارك وتعالى يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون، سورة آل عمران آية 167. أما آية المائدة وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. نفرق ما بينهم إزاي؟ هنا يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، ولكن ختمت والله أعلم بما يكتمون. أما الآية الثانية وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، ولكنها ختمت والله أعلم بما كانوا يكتمون. يبقى الفارق هنا كلمة إيه؟ كانوا. فهو هنا بيقول لك القاعدة دي ربط اللفظ المتشابه عن طريق الزيادة في ترتيب السور، يعني بالزيادة في ترتيب السور جاءت كانوا زائدة بسورة الإيه؟ المائدة. أو بمعنى يعني بمعنى أكثر برضو، إن المائدة يعني إيه؟ جاءت في الزيادة بعد آل عمران. آل عمران هي في الأول، البقرة، آل عمران، النساء، ثم المائدة. فهذا المعنى إيه؟ ربط اللفظ المتشابه عن طريق الزيادة في ترتيب السور، يعني إيه؟ أو ممكن نقول الموضع المتأخر يعني، والله أعلم. القاعدة السابعة، قال ربط اللفظ المتشابه عن طريق الزيادة في ترتيب الآيات، مثل قوله تبارك وتعالى نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. هذا أول آل عمران. ثاني آل عمران الآية السابعة، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. ده ثاني آل عمران. نضبطها ازاي؟ يبقى نلاحظ هنا هذه القاعدة، يقول ربط اللفظ المتشابه عن طريق الزيادة في ترتيب الآيات مش ترتيب السور. القاعدة اللي فاتت كانت زيادة في ترتيب السور، أما هذه الزيادة في ترتيب الآيات. نجد في الموضع الأول نزل عليك الكتاب بالحق، يبقى الموضع الثاني أنزل عليك الكتاب بالحق، فجاءت هنا الزيادة زيادة الإيه؟ الألف. القاعدة الثامنة، قال ربط اللفظ المتشابه عن طريق الزيادة في الكلمات، مثل قوله تبارك وتعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم هنا بالزيادة في الكلمات جاءت إيه؟ وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، يعني زائدا بآخر الآية. يبقى من تاني القاعدة، ربط اللفظ المتشابه عن طريق الزيادة في الكلمات، يعني كلمات الآية نفسها. يبقى احنا كده خدنا في ثلاث قواعد متشابهات ورا بعض، ربط اللفظ المتشابه عن طريق الزيادة في ترتيب السور، القاعدة السابعة خدناها ربط اللفظ المتشابه عن طريق الزيادة في ترتيب الآيات في نفس السورة، إنما القاعدة ديت ربط اللفظ المتشابه عن طريق الزيادة في الكلمات، يعني كلمات الآية نفسها. فهنا نجد يعني في نفس الآية في بداية الآية وليأخذوا أسلحتهم، إنما الثانية وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، دي جت فين؟ جت في نهاية الآية في الزيادة إيه؟ في موضع الآية. يبقى أنت لما تقرأ الأولى وليأخذوا أسلحتهم، يبقى أكيد الثانية هي إيه؟ وليأخذوا حذرهم
وأسلحته، بالزيادة في الكلمات جاءت حذرهم زائدا بآخر الآية. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت القرآن في قلوبنا. القاعدة التاسعة: ربط اللفظ المتشابه عن طريق الزيادة في حروف اللفظ المتشابه، مثل في أول الأعراف قوله تبارك وتعالى في الآية 20: وقال ما نهكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. أول الأعراف. ثاني الأعراف آية 22: وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. يبقى هنا بالزيادة في ترتيب الآيات جاءت الآية الثانية من سورة الأعراف زائدة في حروفها في كلمة إيه؟ تلكما. تلكما. يبقى هذه القاعدة أيضا يعني متشابهة مع القواعد اللي مرت معنا من قليل، ربط اللفظ المتشابه عن طريق الزيادة في حروف اللفظ المتشابه. يبقى هنا عن هذه الشجرة، إنما الموضع الثاني عن تلكما الشجرة. عن تلكما الشجرة. القاعدة العاشرة: ربط اللفظ المتشابه عن طريق طول السورة. عن طريق طول السورة. احنا نعلم ان هناك سور يعني طويلة، السور الطوال، وهناك سور ايه يعني قصير. قوله تبارك وتعالى في سورة النحل آية 72 و73: أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك. الآية العنكبوت آية 67 و68: أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. هنا في النحل وبنعمة الله هم يكفرون، إنما في العنكبوت وبنعمة الله يكفرون، من غير إيه؟ من غير هم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. طيب نضبطها إزاي؟ يبقى نضبطها إن سورة النحل أطول من سورة العنكبوت، سورة النحل أطول من سورة الإيه؟ العنكبوت، ولذلك فيها الإيه؟ الزياد، وبنعمة الله هم يكفرون. يبقى طول السورة يذكرك بأن الزيادة فيها وبنعمة الله هم يكفرون. مثال آخر قوله تبارك وتعالى: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. البقرة آية 222. أما في التوبة آية 108: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. نفرق ما بينهم إزاي؟ إن سورة البقرة هي السورة طبعا أطول سورة في القرآن، جزئين ونصف، ويحب المتطهرين، ففيها زيادة الإيه؟ زيادة التاء هنا، المتطهرين. إنما التوبة طبعا أقل في حجمها عن سورة الإيه؟ البقرة، فلذلك كان فيها والله يحب المطهرين، والله يحب المطهرين. ثم تنبه كذلك أن سورة البقرة: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، إنما في التوبة والله يحب، ما فيش بقى إن الله يحب، لا، والله يحب المطهرين، يعني ذكر هنا التوابين ولم تذكر في سورة التوبة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت القرآن في قلوبنا. القاعدة الحادية عشر: ربط اللفظ المتشابه عن طريق ذكر التوجيه لللفظ المتشابه من حيث التفسير، مثل في أول الكهف آية 72 قوله تبارك وتعالى: قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. الموضع الثاني في الكهف آية 75 اللي هي تلاقي أول آية كده فوق على الشمال بداية الجزء: قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. هنا نلاحظ إيه؟ زيادة لك في الموضع الثاني في الكهف. يبقى القاعدة بيقول لك ربط اللفظ المتشابه عن طريق ذكر التوجيه للفظ المتشابه من حيث التفسير. هنا بقى بنضبط المتشابهات بالتفسير. فيقول في الآية الأولى: قصد بها الخضر وتذكير موسى عليه السلام بوصيته له وبما شرطه عليه، فخاطبه بلطف وأدب، يعني كان أول مرة أن هو يقول له إيه؟ قال ألم أكل إنك لن تستطيع معي صبرا، قال ألم أكل إنك لن تستطيع معي صبرا، زي ما أنت كده ما تأدب ابنك وعمل غلطة مثلا وللمرة الأولى، بتقول له يا ابني مش أنا قلت لك ما تعملش كده؟ يا ابني مش أنا قلت لك ما تعملش كده؟ طب المرة الثانية بقى، وفي الآية الثانية كرر موسى الإنكار لما رأى قتل الغلام، فشدد عليه الخضر وأكد كلامه بقوله: لك، زيادة في عتابي عليه بترك الوصية مرة ثانية.
زي برضو انت ابنك لما يعمل حاجة يعني غلط وانت للمرة التانية او التالتة، وبعدين بقى تيجي تقول له بقى بعتاب شديد كده، يقول له يا ابني انا قلت لك ما تعملش كده، يعني ايه مش زي المرة الاولى، اكيد الامر ايه بيختلف. فهذه فائدة من التفسير يعني جميلة وطيبة تضبط لك المتشابه، أن الأولى قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبر، إنما الثانية قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. القاعدة الثانية عشر، ربط اللفظ بمتشابه عن طريق الحركات التي على الحروف. هنا بقى ضبط بالإيه؟ بالحركات، بالحركات الفتح والضم والكسر والتنوين وغيره. سورة الصفات آية 47، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. طيب الواقعة آية 19، لا يصدعون عنها ولا ينزفون. فهذه قاعدة طيبة، يقول ربط اللفظ المتشابه عن طريق الحركات التي على الحروف. ممكن نزيد في هذه القاعدة ونقول يعني إيه مع اسم السور، عن طريق الحركات التي على الحروف مع اسم السور. يعني هنا مثلا في سورة الصفات، ولا هم عنها ينزفون، ينزفون يبقى فتح ازاي مع فتح الصاد في سورة الايه، في اسم الصافات، اسم السور. انما الثانية ولا ينزفون بكسر ازاي، بكسر ازاي، يبقى بنضبط كسر ازاي مع اسم السورة الواقعة، مع كسر ايه القاف في كلمة الواقعة. وهذه قاعدة طيبة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت القرآن في قلوبنا، اللهم أمين يا رب العالمين. القاعدة الثالثة عشر، القاعدة الثالثة عشر، وهو ربط اللفظ المتشابه باسم السورة التي جاء بها إن كان بين اللفظ المتشابه واسم السورة حرف قريب. بالمثال يتضح المقال، في سورة يوسف آية الآية الثانية والثالثة، قوله تبارك وتعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص. إنما في الزخرف آية الثالثة والرابعة، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. يبقى هنا بات الأمر يسيرا، قاعدة سهلة وظريفة وطيبة. يعني هنا نربط الجيم، الجيم باسم الايه، باسم السورة الزخرف، جعلناه نربطه مع خاء الزخرف، جعلناه الجيم مع خاء الزخرف. ودايما بنستشهد بقول الشاطبي رحمه الله، وما كان ذا ضد فإني بضده. ما دام انت عرفت هذا الموضع إن جعلناه، يبقى كده الموضع الثاني ايه، او الموضع الذي جاء في سورة يوسف إن أنزلناه، يبقى أنزلناه في سورة يوسف، إن جعلناه في سورة الزخرف، تربط الجيم مع حرف الخاء من اسم الايه او من كلمة الزخرف. والحمد لله رب العالمين، نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت القرآن في قلوبنا، قولوا أمين. القاعدة الرابعة عشر، معرفة اللفظ المتشابه المتفرد في كل فقرة، مثل سورة الأنفال آية 31، قال تبارك وتعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. سورة يونس آية 15، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا أتي بقرآن غير هذا. مريم آية 73، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما. سورة الحج آية 72، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر. سبأ آية 43، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم. الجاثية آية 25، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. الأحقاف آية 7، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. يبقى هنا وإذا تتلى عليهم آياتنا تكررت كم مرة؟ 7 مرات، 7 مرات. طيب نلاحظ إيه في المواضع، المواضع السبعة المتشابهة ديت، دولت 7 مرات وإذا تتلى عليهم آياتنا، إلا أن
الموضع الوحيد اللي هو سورة الأنفال هو الذي جاء بعد آياتنا إيه؟ قالوا، يبقى وما كان ذا ضد فإن بضده، هذا موضع منفرد. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا، يبقى بقية المواضع الستة التانيين، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، يبقى بينات في سائر القرآن ما عدا موضع الأنفال، الموضع الوحيد اللي هو جاء فيه إيه؟ الذي جاء فيه بعد آياتنا قالوا، آياتنا قالوا، إنما بقية المواضع آياتنا بينات. مثال آخر برضو كذلك لهذه القاعدة قوله تبارك وتعالى في سورة آل عمران آية 117، ولكن أنفسهم يظلمون، هذه الوحيدة في القرآن، وباقي المواضع في القرآن كله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، يبقى ولكن أنفسهم يظلمون غير كانوا دي في آل عمران فقط لا غير، أما بقية المواضع البقرة الأعراف التوبة النحل العنكبوت الروم كلها ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، نعوذ بالله تبارك وتعالى من ظلم النفس، اللهم أمين يا رب العالمين. يتم ذكر هذه المواضع بسورة آل عمران، وكذلك يكرر كما هو بالسور التي جاء بها ولكن كانوا أنفسهم يظلمون حتى تثبت المعلوم، يعني كل ما يأتي على موضع من هذه المواضع البقرة الأعراف التوبة هتلاقيه ذكر لك، يعني كاتب لك هذه القاعدة في الايه في هامش المصحف. القاعدة الخامسة عشر وهي الأخيرة في القواعد التي ذكرها في هذا المصحف المبارك، استعمال طرق مختلفة لكيفية ضبط المتشابهات، مثل قوله تبارك وتعالى في سورة الأعراف ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم، بعدها واذكروا إذ جعلكم خلفاء الأعراف، يبقى بتربط هنا عذاب أليم، أليم بتربطها مع إيه؟ مع اسم السورة الأعراف. طيب سورة هود ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب، تربط الباء قريب مع اسم ايه سورة هود، يعني الباء والدال من حروف القلقلة كتب جاد المعروف. طيب الشعراء ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم، طيب تضبطها ازاي؟ يبقى كلمة عظيم العين تربط العين مع اسم السورة الشعراء، ولذلك هنا يعني يقول يعني اربط بين همزة أليم وهمزة الأعراف، وكذلك اربط بين الحرف المقلقل المقلقل في قريب والحرف المقلقل في ايه في هود، وايضا اربط بين عين عظيم وعين الشعراء، وبالزيادة في ترتيب السور جاء يوم زائدا بالشعراء، يعني سورة الشعراء جاء فيها ايه يوم عذاب يوم عظيم، الزيادة يعني يقصد ايه؟ يقصد هنا هذا الموضع جاء فيه ايه زيادة يوم. طيب مثال اخر برضو يعني لهذه القاعدة في سورة الانعام آية 146، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم، اما في النحل آية 118، وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناه، طيب نضبطها ازاي؟ آية سورة الانعام ذكر بها من البقر والغنم فقد جاء مناسبا مع اسم السورة، السورة اسمها ايه؟ اسمها الانعام، والبقر والغنم من الانعام، فهذا يعني ايه يصير الامر يعني سهل ويسير ان شاء الله تبارك وتعالى. مثال ثالث يقول قوله تبارك وتعالى في سورة آل عمران اني اخلق لكم من الطين كهيئة الطير فانفخ فيه فيكون طيرا باذن الله، آل عمران الآية. المائدة آية 110، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه، طيب اسم السورة آل عمران مذكر وجاء فيه وجاء بها فيه مذكرة، واسم السورة المائدة مؤنثة وجاء بها فيها مؤنثة، يبقى ده برضو إيه يعني ما شاء الله أهل القرآن من عندما يتفكرون ويبتكرون مثل هذه الأشياء الطيبة التي تربط المتشابهات يكون أمر طيب، يبقى فيه اسم السورة آل عمران مذكر فيه، إنما في المائدة اسم السورة مؤنث المائدة، ولذلك فتنفخ فيها فتنفخ فيها فتكون، يبقى اسم السورة بيذكرك بفيه، وهنا آل عمران يذكرك بفيه بفيه. مثال رابع قوله تبارك وتعالى في أول مريم قصة يحيى عليه السلام آية 15، وسلام عليه يوم ولد، أما في ثاني مريم قصة المسيح عليه السلام آية 33، والسلام علي يوم ولدت، أربط بين الألف واللام في السلام
والألف واللام في المسيح، أي أن السلام بالألف واللام قد جاء بقصة المسيح التي جاء بها الألف واللام إيه؟ كذلك. يبقى هنا وسلام عليه يوم ولد، إنما هنا والسلام علي يوم ولدت، يبقى بتربط هنا الألف واللام باسم المسيح عليه السلام. هنا ملحوظة، يتم ذكر الآيات المتشابهات حسب الأولوية في التشابه مع بعضه، مثل قوله تبارك وتعالى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أول البقرة. ثالث البقرة: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. آية 75. ثاني البقرة: أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. يبقى هنا ملحوظة آية البقرة الثانية الوحيدة اللي فيها إيه؟ اشتروا الحياة. اشتروا الحياة، أولئك الذين اشتروا الحياة، إنما الموضع الأول والثالث أولئك الذين اشتروا الضلالة. الضلالة الاثنين الأول والثالث من البقر، إنما الموضع الثاني أولئك الذين اشتروا الحياة. نعوذ بالله تبارك وتعالى أن نكون ممن يعني ينشغل بالحياة الدنيا عن الآخرة، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. اللهم اجعل همنا الآخرة ورضاك والجنة يا رب العالمين. يبقى هنا يقول آية البقرة الثانية الوحيدة: اشتروا الحياة، وباقي المواضع: اشتروا الضلالة. ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بهذا العمل، إنه سميع مجيب، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل مني هذا العمل في نشر هذا المصحف المبارك للشيخ ياسر محمد مرسي بيومي حفظه الله. وبرضو بنأكد رقم هاتف الشيخ لمن أراد أن يتواصل معه من مصر أو من خارج مصر، والشيخ أكيد يعني إن شاء الله يرسل له المصحف. 011-271-4080 أو اتصل بي أو تواصل معي على الماسنجر أو الواتساب، وأنا إن شاء الله تبارك وتعالى ممكن يعني أشتري هذا المصحف وأرسله يعني لكم إن شاء الله تبارك وتعالى بتكلفتي. والحمد لله رب العالمين. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.